تعريض الكتاب في نسخته العشرين في كاراكاس. حشد من دور النشر وحشود من الناس تبحث عن المعرفة. هنا كتاب طريق الحرب الثورية، أحد الأعمال حول تشي غيفارا. نعرض في جناحنا الكوبي أهم الأعمال الأدبية المتعلقة بتاريخ ونضال منطقتنا. هنا فلسطين، القضية والإبادة الإسرائيلية بعيون كولومبية، والمارد الصيني حاضر في فنزويلا. الجناح الإيراني يحضر بكتب عن الثورة الإسلامية في إيران. فنزويلا يكي از كشورهاي هست كه براي جمهوري اسلامي. هذا المعرض مهم بين إيران وفنزويلا والمقاومة. فنزويلا أثبتت دعمها للقضية الفلسطينية. مشاركتنا تثبت دعمنا إلى الشعب الفنزويلي والشعب الفلسطيني. لا تسعفك جولة واحدة مهما كانت طويلة للإحاطة بالكتب وشرائها، لابد من زيارات أخرى لعلها تشبع نهمك إلى المعارف هنا. في الأنام كتاب يحكي رواية الإبادة الإسرائيلية في غزة، وكتب كثيرة في أجنحة معرض فنزويلا للكتاب تروي قضايا أممية نضالية وثورية وقصص معاصرة من الواقع والخيال. عبير الذوادي، الميادين، كاراكاس.